هتقولي على كل اللي حصل ده وافضل تعبان وجعان في اوروبا، واحد حرامي نصاب يستولي على ثروتي وافضل ساكت؟ ايوه بس ده خطوره. عشان انا خطوره ولا حاجه؟ انا داخل باسم تاني غير اسمي. المهم هعمل ايه دلوقتي؟ تروح لاهلك وقرايبك يدلوك ازاي ده حصل ويشوفوا لك طريقه. اهلي وقرايبي كلهم عارفين يا يسري اني مت، ما اجيبش ان اي حد تاني غيرك يعرف اني حي وموجود هنا. عندك حق يا فريد. المهم اللي طلبه منك انك تدلني على اللي استولى على ثروتي. خلاص اديت. لازم تبقى لحياتي معنى يا عبد الجواد. عايز اعمل مشروع مفيد يفيد الناس وانا كمان استفيد. عين العقل، برافو عليك، خدتها من على لساني. انا لسه كنت هقول لك. طب ما احنا لسه فيها اهو. المشاريع على قفا مني شيء. طب قول لي اعمل ايه؟ نعبي ميه في ازايز ونحط عليها اجسام، وشويه اعلانات التلفزيون، شويه بنات حلوين يطلعوا يقولوا هذه المياه المعدنيه من شيلي، المياه الصحيه التي تنعشك وتقويك وتحافظ على الروابط الاسريه. ميه ايه يا راجل انت اللي هتحافظ على الروابط الاسريه؟ طب ما تيجي بقى نبيع بالمره الهواء في اكياس نايلون عشان يحافظ على الروابط الاخويه. يا عبد الجواد، يا عبد الجواد، انا عايز مشروع عليه القيمه. يا فريد بيه، الناس بتلعب بالبيضة والحجر وبتكسب ملايين. يعني عندك اللي انتهز فرصة أزمة الفلفل الأسود، عارف عمل إيه؟ وأنا مش عرف، وأنا كان أبويا عطار. تراب الفرن طحنه بشوية شطة وعبي يا جدع في أكياس الفلفل الأسود وبيع. عمل في سنتين 2 مليون جنيه من تراب الفرن. واحد تاني قعد يأكلنا بولوبيت مستورد اللي بيوكلوه في بلاد بره للكلاب. واحنا ما صدقنا، نزلنا عليه حتتك بتتك. حتتك بتتك على اكل الكلاب؟ ترى العالم ماشيه سهرانه في الشوارع. على بال ما اكتشفوا الحكايه ووقفوا الاستيراد كان اخينا عمل له 3 مليون جنيه. ولا شاي ابو نشاره، ولا السوداني المحروق اللي كان بيتباع على انه بن. يا عبد الجواد، يا عبد الجواد، دول ناس ما عندهمش ضمير. بقول لك عايز مشروع محترم، تقول لي كلاب وتراب الفرن. خلاص خلاص اللي تشوفه افكر لك. طب اسمع يا عبد الجواد. نعم. ما تيجي نعمل عمارات سكنيه وهالناس تسكن وتفرج ازمه المساكن. اذا خدت خلو هتروح في داهيه، واذا ما خدتش مش هتغطي التجارين. وانت دايما تعادها في وشي. طب اسمع، ما تيجي نعمل مشروع سياحي. السياحه حلوه برضه. برافو، اهو ده المشروع ولا بلاش؟ انا هدور لك على مكان سياحي ينفع لوكاندا. اهي دي الافكار النيره مش كده؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوة خشبة حبشي. ها؟ الحكاية جد مش هزار. اصل مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ وعايز ايه؟ طب مش تسأل الأول تعرفني ازاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين؟ لو مؤاخذة يعني. أنا فريد الغطريفي. نعم. فريد الغطريفي مين؟ فريد الغطريفي ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة. وفاجأ وأنا في أوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلهف ثروة أبويا بعد ما شركائك أوهموك إني مت. إيه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد هو واخواته. لا 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 لا، الموضوع ده يهمني انا وانت. انت اللي استوليت على ثروة ابويا، فالحساب يبقى بيني وبينك انت. ابوك مين؟ انا فريد الغطريفي. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه؟ عايز الفلوس. 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة، اروح اعبهم لك في الشنطة واجيبهم لك. ولا اقول لك، اسمع، انا اكلم عبد الجواد
عشان برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في شنط وتشيل. شوف اسمع، انا مش عايز طريقة، انا هكون عملي معاك. ثروه ابويا كامله انا مش عايزها، وبدل ما نخش في تحقيق ونيابه انا يكفيني 1,000,000 جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. ايه هتكلم مين؟ هتكلم البوليس يجي يحكم ما بيني وبينك. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. انا برضه اللي اختشوا ماتوا. انت نصاب، بس نصاب عبيط. لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت 1,000,000 جنيه بس، انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعه. يعني مش عايز تتفاهم بسوء. يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريفي الله يرحمه. مفيش قوه في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطه و اتفضل مع السلامه، بدل ما جاب لك البوليس هو اللي خرجك كده. انا ماشي ومديك 24 ساعه تفكر. اذا ما كنتش هتعقل انا هعقلك. انا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم. في السلام عليكم. فيش عليكم السلام. عقبال عوضك ان شاء الله. عقبال عندكم جميعا. عقبال عندكم كلكم. يلا يا بنتي احنا هنسيب الناس قاعدين وانت قاعدة لوحدك. اسمعي ابتسمي. في واحدة يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبريكي. ما انا مبتسمة اهو يا امي. يمكن كنت مستنية المنايل على عيني العمر كله. ما خلاص ياما وافقتلكوا على العريس المداح والبداح، كل لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه الواحد يقرا احسن الاول. انا اقرا الاول. البائع البائع ايه ده على الجوال؟ 300,000 جنيه عند التوقيع مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع؟ انا العمليه دي مش مطمن لها، شكلها كده نصبه وصاحب البيت شكله نصاب وانت كمان نصاب. قول انت هو من هنا. يلا يا حبيبي. يلا يا اخويا بلاش مفيش شاي كمان. قوم انت هو من هنا. قوم يا حرامين. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا يلا ما تنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تنحش. يلا اتفضلوا مع السلامه. يلا مستني ايه؟ الاستاذ فريد الغطريفي. انا فريد الغطريفي. حضرتك الاستاذ فريد الغطريفي؟ ايوه انا الاستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معانا حضرتك. اتفضل معاكم فين؟ خير؟ معايا امر بالقبض عليه. بالقبض عليا انا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم ايه انت راخ؟ استنى لما اشوف الحكايه. في ايه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ لو سمحت اتفضل معانا. نيابه ايه يا عبد الجواد؟ انت ما بتشربش حاجه ساعه ليه طيب؟ نيابه من غير بطاقة يعني. طب الاطلاع على البطاقة اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي المواليد الاسكندرية قسم محرم بيه، وعلى هذا الاساس قررنا حبسه 4 ايام لحين. حبس 4 ايام؟ حبس 4 ايام ده ايه؟ يعني كده هو اللي احم ولا دستور؟ مش عارف ايه الحكاية الاول. جرايه فريد 9 سنين نسيكوا اللي عملته ولا فاكرنا احنا نسينا؟ الله.
تنسوا ايه وانسى ايه يعني؟ انا مش فاهم حاجة. في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام. اعدام؟ اعدام 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 اللي هو يعني اللي تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصة اللي قتلتها؟ نوال. نوال انا قتلت نوال؟ نوال مين؟ نوال مين؟ واعدام ايه بيه؟ انا محمد عز المحامي حاضر على المتهم. يا عم في عرض جاي النبي تتنيل وتسكت. بقول لك اعدام ورقاصه، تقول لي متهم؟ بتعمل ايه بيه؟ اتفضل خد شويش على الحجز. يا بيه خدنا على فين؟ حجز ايه؟ اتفضل قدامك. اوعى ما تقول له حاجه يا بيه احسن يصدق ان هو اتفضل. اتفضل ما تقول حاجه. محمد عز المحامي حاضر على المتهم. اسكت نفسك على اخوك. شرب حبايبي عبد الجواد. امشي يا شيخ. احنا ما عليناش حاجه بالمره، احنا بعيد عن كل شبهه. لازم اعصابكم تبقى زي الحديد والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه. واحنا مالنا؟ انتوا بتخرفوا شعبان الزلقه نفسه هيروح فيها. شعبان علينا. شعبان ليه يا معوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد كل الاوراق بتثبت كده. اه مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس عشان اخبر اعصابه. فريد قريبنا، لازم نقف جنبه في الورطه اللي هو فيها. فئه الرقاصه بقى عارفين انا قاتل رقاصه وتغرزوني فيها؟ ما يهمكش، جمد قلبك. اجمد قلبي لحد امتى؟ لحد ما الاقي عشناوي يطير رقبتي؟ ولا هيطيرها ولا حاجه، المحامي عامل معاهده وهيقلوا محاكمتك تاني. محاكمتي تهمه ايه؟ تهمه قتل الرقاصه؟ طبعا. طبعا ده ايه؟ هو انا قتلتها؟ هو انا حاطها خالص؟ يا فريد هتتعدل. هتتعدل؟ هتتعدل لغايه امتى؟ ما تكونش الجدع اللي جالي ده هو فريد. قال ايه جدع؟ واحد جالي كده بناء قال انه فريد. انا افتكرته نصاب. يبقى فريد عايش. هو فريد يبقى عايش ما ماتش. يا فريد ما تخليش الصدمه تهزك. اقول لك فريد عايش تقول لي يا فريد؟ انت بتتكلم عبيط ولا عبيط؟ انا يا عم هعترف. يا روح ما بعدك روح. انت اخينا اللي بره. عايز ايه؟ انا عايز اعترف لوكيل النيابه دلوقتي اهو. يا فريد يا فريد. ما انا فريد بلا زفت. انا عايز اقابل وكيل النيابه دلوقتي اهو حالا. هجيب لك وكيل النيابه منين دلوقتي؟ الصبح ان شاء الله. اتفضل معايا على الحاج. يا سعادة البيت، أنا عمري ما كنت فريد، أنا شعبان، واد غلبان، تافه من عامة الشعب، ما أعرفش حاجة، أقتل إزاي؟ ده أنا ما أعرفش أتفرج على فرخة مذبوحة. جم قالوا لي اعمل فريد عشان خاطر حكاية الورث والفلوس، إنما أنا شعبان، وجالي واحد بدقني كده هو فريد الغطريفي، أنا عمري ما كنت فريد، أنا شعبان. ما تقول له عبد الجواد. لا حول الله. لا حول الله يا رب. أقول له قول له إن أنا شعبان تقول لي لا حول الله يا رب. قولوا لي يا ست الندمان، قولوا لي أنا الأمين. اهدى يا فريد مش كده، اهدى. فريد مين؟ تقول لي كده شعبك مجاوري. قول له يا مجاوري أبقى مين؟ قول له. ساكت ليه؟ أيوه أنت اللي تعرف كل حاجة، قول لهم بقى أنا أبقى مين. أنت كريم يا رب. يا أنت كريم يا رب، هو ده طالع عليك كمان ده؟ يا سعادة البيت. اسمع يا فريد، إحنا واخدين على الورطة دي كويس. أنت عايز تفلت من عدالة؟ خدها شويش على الحجز. حجز ايه؟ حد تجديد المحاكمه وتأييد الحكم. لا حول الله. اتفضل. اتفضل روح. يا اخوانا انا شعبان. اتفضل. انا شعبان يا اخوانا، حرام عليكم. يا اخوانا انا شعبان. لا يا شويش، انا عايز اروح دورة الميه. وده وقته؟ امال وقته امتى يعني؟ حبك دلوقتي عايز اروح. اتفضل يا سيدي. Thank you.
سماح تشويش. اتفضل. انت يا هدوء سنة ولا ايه؟ زينب. شعبان. ايه اللي فكرك بيا؟ ابعد عني ما تكلمنيش خالص. وحياة ابوك يا زينب انا واقف في عرضك. ليك عين تكلمني بعد اللي شفته بعينيا؟ امشي خالص، امشي بعيد عني. يا زينب ده مش وقته، انا حياتي على كف عفريت. احسن. خلي عمايلك البطاله اللي في مصر دي تنفعك. عمايل بطلت ايه؟ انا محكوم عليها بالاعدام. يا خبر اسوس. حتى البصمات؟ حتى البصمات يا زينب، حتى البصمات. حتة دين ورطه. ايه ورطه معاك؟ طب والحل ايه؟ مفيش حل غير ان اروح الاوضه اللي انا كنت ساكن فيها ادور على اي اوراق تثبت ان انا شعبان. ليه عملت في نفسك كده يا شعبان؟ ليه استعجلت ليه؟ هي الدنيا تحلو ولا بشقاها؟ هو ده وقته يا زينب. يلا يلا شوف اي ورقه ولا اي حاجه. ايه ده؟ امال فين القفل كان على الباب؟ ده مقفول من جوه. كان حد ساكنها غيرك؟ ساكنها غيري ازاي؟ عاوز حاجة؟ حلوة أوي، أنا اللي عايز حاجة. دي أوضتي. أوضتك إزاي؟ أنا اللي مأجرها من صاحبة البيت. مأجرها إزاي بقى؟ طب وحاجتي اللي جوه؟ هتتقفل شعبان، حاطط قفلي على الباب وسايب الأوضة واقف. يا ستي أنا مش لسه مأجر الأوضة لغاية دلوقتي؟ مأجرها وقافلها، وغيرك مش لاقي حتة يتوى فيه. هو أنت وزارة الإسكان؟ مصلحة الإيواء العاجل؟ أنت مالك؟ نكملة لما تململك، إن ما كانش عاجبك أعلى مدخلك إركابه. في 60 داهية الأوضة، أنا عايز الحاجات بتاعتي اللي كانت جوه. حاجة إيه؟ شوية الكراكيب. يا ست أنا حر، حاجاتي ولازماني، كل واحد حر في كراكيبه. بحتهم للتعب ربابيكي. يا سلام، وأنت يعني من حقك تبيع حاجة غيرك؟ إيه؟ أمال إيه يا ضناي؟ أمال آخد الأجرة منين يا ضناي؟ يما. يلا يا شعبان مفيش فايدة، خلاص يا أختي أقعدي بالعافية. يعافيكي يا أختي. كراكيبه، الكراكيب إيه؟ كراكيب إيه يا أبو كراكيب؟ تعال تعال. يا ابني انت مولود من زمان قوي. من زمان قوي ده ايه؟ انا على الاقل مولود بعديك ب 100 سنه. صفحتك مش موجوده ومفيش ما يدل على انك اتولدت. ما يدل على انك اتولدت؟ ما انا قدامك اهو. يا ابني انا قدامي اوراق بحكم من وقعها. وقعها ده ايه؟ يعني انا ما اتولدتش؟ يعني انا مش موجود؟ موجود مش موجود انا ليا الدفاتر اللي قدام. واتفضل بقى يا سيد خلينا نشوف شغلنا. هتتحل يا شعبان. يا عالم اثبت ازاي ان انا شعبان؟ اثبت ازاي؟ يلا على الاصلاح. امشي اطلع بره يلا. ماشي امشي. ماشي يا فندم ماشي. بس يا سعاده البيت اخرس خالص. اوراق ايه انت بتسالني؟ انت كنت اتثبت عشان يبقى لك اوراق. طب يا فندم اي وصلة سعاده البيت بس يثبت ان انا شعبان. اخرس مالكش عندنا اوراق. انت باليوميه يا حبيبي باليوميه. فاكر الكرافطه اللي انت شديتها؟ معقول؟ دي احلى كرافطه شفتها في حياتي، انت لسه لابسها من ويها. انا يخوفوا بيا العيال. فشر فشر يا فندم، انت اصلك ما بتبصش في المرايه، بص في المرايه حضرتك هتلاقي ترافولتا قدامك، انت احلى من ترافولتا، انت بتقول ايه؟ طب مع السلامه، يلا يا حبيبي الطاقه، مفيش فايده. يا فندم ده انت ترافولتا يا فندم. معلش معلش، يلا مع الف سلامه. مفيش ورق يعني؟ لا مفيش. الجرافاته دي زي النيله، وانت لا ترافولتا ولا حاجه، انت برضه بيخافوك جيل عيال. ما تزعلش يا شعبان ما تزعلش. ضروري هنلاقي حل. حل فين بس يا زينب؟ مالكش قرايب؟ مالكش حد من اهلك الطيبين؟ وانا كان ليا حد. ليا؟ ايه؟ خالته نفيسه. نفيسة ماتت. نفيسة ماتت. عاشت 92 سنة ما تموتش الا النهاردة. تعالي. عالم يا هو اثبت ازاي ان انا شعبان؟ انا عارفة دي حاجة بقت صحية. اللي ما سابولك ورقة واحدة تنصفك يا شعبان. أنا تعبتك معايا يا زينة. اخصى عليك، ازاي تقول كلام زي ده؟ تعالي اقعدي هنا. أنا تعبت. أنا حاسس إن أنا تايه.
زينب. انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي. يعني هو انا اللي ليا حد غيرك يا شعبان؟ المهم دلوقتي هتبات فين؟ مش عارف. لا ما هو انت لازم تلاقي حته تستريح فيها وتتدرى عن انظار البوليس، زمانهم دلوقتي بيدوروا عليك. هو البوليس عارف مكاني هنا فين بس؟ ايه برضه شعبان دول لهم طرقهم. انا رايك. اسمع. ايه؟ تجيش اخبيك فوق السطح بتاعنا؟ ايه بايخه؟ طب اقول لك حاجه، عارف الست اللي كانت ساكنه جوه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هنام في زريبه البهايم بتاعه الاصلاح. تنام مع البهايم؟ مالهم البهايم؟ اصحابي عارفيني من ايام ما كنت بشتغل معاهم في الاصلاح. يلا يلا روح انت مع السلامه وانا هتصرف. طيب. يلا زينب يعني يلا. على الزريبه؟ يلا مع السلامه وانا هتصرف عشان ما يقلقوش عليك في البيت. طب مع السلامه يا شعبان. مع السلامه يا زينب، مع السلامه. معلش يا اخوانا هتضيفوني الليله دي، مش عايزكم تتضايقوا، ما تعملوش تكليف. والله انا بحسدكم على اللي انتوا فيه، ولا على بالكم حاجه. واكلين واكلين، الاكل يجي لكم لغايه عندكم مش كده؟ ولا في حقد ولا فيه تصارع، والمكان اي حته تناموا فيها، مطرح رجليكوا تناموا على طول. لا شقة أربع أوض ولا صالون ولا سفرة ولا مطبخ ستانلستيل ولا موكيت من الحيط للحيط. الله ينعل أبو الفلوس. ما كنت عايش كويس يا شعبان، كنت عايش كويس. أنت اللي جبت لراحتك. يا أختي يا أختي، خد ابنك وخش جوه. عشان ما عملتيش الورق. راح فين يا زينب؟ واحده صاحبتي ياما في المستشفى راح اودي لها الاكل. بالليل كده يا بنتي لما يشوفك خطيبك وانت خارجه بالليل كده يقول عليك ايه؟ خطيبي؟ اه قرطوا لي الوز. طب يا زينب لما يجي ابوك يعرف شغله معاك طولي بالك عليك. يا اختي حياتيني الدور اخرى، خد ابنك وخشي جوه. يا اختي قطيعه الخلف واللي بيخلفوه. شعبان شعبان زينب. ايه؟ خضيتك؟ لا ابدا يا زينب، ايه اللي جابه دلوقتي؟ كنت هسيبك تنام من غير عشاء؟ يا حبيبتي يا زينب، تعرضي نفسك للكلام علشاني؟ لو حد شافك معايا في الزريبه في بلدنا دي تبقى كارثه. ولا يهمك، المهم انت هتعمل ايه؟ مش عارف، مش عارف يا زينب. بقول لك ايه؟ أنا لو كلفتك بحاجة خطيرة تعمليها؟ أنا عشان خاطر عيونك أعمل أي حاجة في الدنيا يا شعبان. أروح في 60 داهية. طيب طيب أنا عايزك تروح الفيلا بتاعتي اللي في مصر، هقول لك على مكان الفلوس، تجيب اللي تقدر عليه والتاني الجاي. هي الفلوس هتنفع بيها يا شعبان؟ لا هتنفعنا في الحوسة اللي احنا فيها دي يا زينة. وأنت هتفضل هربان على طول، أنت لازم تشوف لك حل. طب إيه الحل؟ مش عرفني بس. وأنا كمان مش عارف. كابوس كابوس يا زينب. قومي قومي روحي انت دلوقتي. قومي مش عايزه اسيبك. انا كمان انا كمان يا زينب. ما 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 نجيب القبلة في الحوس اللي احنا محتاسينها فيه يا شعبان. يلا الله. مش الصورة دي للجدع اللي اسمه شعبان؟ ايوه هو ده. مش معقول يا ابني. الايه؟ في ايه؟ تصوروا ان اسمه فريد مش شعبان. مش اسمه فريد، اسمه شعبان. يا جدع انا بقول لك اللي مكتوب قصادي. انت هتيجي ازعل الحكومه؟ الحكومه تعرف اكتر منك ومني. هو الجرنان بيكذب؟ ما دام بيقول اسمه فريد يبقى اسمه فريد. هو عمل ايه؟ ده قتل، قتل واحده رقاصه. بقى كان عايش معانا ومسمي نفسه شعبان وهو اسمه فريد. ده مجرم خطير. الغريب انه كان معايا امبارح. وقال ايه؟ بيسال على ورقه. التاريخ. آه.
صباح الخير. نشكركم على حسن الضيافة. ازيك يا متولي؟ اهلا يا شعبان. فريد يا فريد يا رجالة، فريد اللي قتل الرقاصة، امسك يا علي، اجري يا علي، علق عليه. انا هقول لكم، هقول لك كل حاجة. استنى بس، ده فريد اللي قتل الرقاصة. رقاصة مين؟ انا هقول لكم على كل حاجة. انا حدث الوكيل انا وانت. يا راجل هقول لك على كل حاجة. انتوا اصلكم ما انتوش فاهمين اي حاجة. انا هقول لكم. الكلام ده كله قدام حدث الوكيل. انا هقول لكم على كل حاجة. ايوه. طيب عال اهو البيه الوكيل اهو. ايوه. قول لهم بقى يا بيه انا بقى مين. بقى تضحك علينا المدة دي كلها يا قتال القتلة وتسمي نفسك شعبان. يا بيه انا شعبان فعلا، الموظف الزهورات اللي اشتغلت معاك 4 سنين. ما انتش فاكر لما كنت بهزاك واشدك من كرافتي؟ انت سيد. سيبك من الكلام ده كله، انت اسمك فريد وصورتك في الجورنال ايه؟ الجورنال هيكذب. ايوه يا حضرة الوكيل، بس سيادتك مش واخد بالك، ما ده شعبان اللي كان موظف عندنا، انت ناسيه؟ انا هشرح لك اصل حصل. يا بنتي سيبك من الكلام ده، ما توديش نفسك في داهية، ده مجرم يا اخوان. انا شعبان. يلا 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 خدوها على استعمال. انت فرحت قتل الرقاصه. انا شعبان. يلا 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 خدوها على استعمال. الفاليرو للحلويات الفاخره. الفاليرو الفاليرو. قريت المكتوب في الجورنال؟ قريته. جالك كلامي؟ ما كانش لازم تجازف وتيجي مصر. مجازفه ايه؟ بالعكس، انا دلوقتي في امان. النصاب اللي انتحل شخصيتي واخد ثروتي اخد معاه الحكم بالاعدام. افرض واحد شافك وعرفك؟ طمن، لغايه ما اسافر مش هخرج من هنا. نادي على الشهود. الجدع ده جاني من 4 سنين. هو مين؟ هو ايه؟ معرفش. لكن بقى تطوراته كانت غريبة، وأول ما شفته كده قلت الواد ده مخبي حاجة. هي إيه؟ معرفش. لحد بقى ما قرينا حكايته في الجورنال وعرفنا كل حاجة. هو قال ليني إن اسمه شعبان وعرفناها على كده، إنما أصله فصله العلم عند الله يا سعادة البيه، والجورنال بيقول اسمه فريد، والإهرام ما يكذبش يا سعادة البيه. ما كانش بيدفع أجرة أبدا. يا ستي خلينا في موضوعنا. أمي قالتها لي كلمة حكمة، مالكيش دعوة بحاجة. يعني يا ولاد وديني في داهية علشان أمك قالت لك مالكيش دعوة بحاجة. إيه؟ وأنا مش عارفني كنت رمضان ولا شعبان، وأنا كنت دخلت سريرتك. هو قال لي اسمي شعبان، شعبان شعبان. يا حضرة القاضي الله نسيك، إحنا ورانا عيال مش عاوزين مسؤولية. ده شعبان ولا مش شعبان؟ الله أعلم، أنت أدرى سعادة البيت. طبعا فريد. احنا حنتوح عن فريد الغطريفي؟ ده فريد ابن المرحوم الغطريفي بيه، طول عمره متربي معانا. انا فريد برضو يا مغاوري. يا مغاوري يا مغاوري يا ابن المغاوري. لسه مش عارف ايه الحكاية. تعرف الشخص ده؟ الشخص ده محكوم عليه بالاعدام. يا ما انت كريم يا رب. كل ده كلام فارغ، ده شعبان. انا متأكدة انه شعبان. فريد ايه هو رقصة ايه اللي هيقتلها؟ هو ده يعرف يقتل مرس؟ هو شعبان، انا متأكدة انه شعبان. وسيادتك بقى متأكدة منين؟ هي الناس بتتأكد من الناس ازاي يا اخواتي؟ هو شعبان وخلاص. ترفع الجلسة نصف ساعة للاستراحة. وبعدين يا استاذ هيضيع بالشكل ده، مع اني والله 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 متاكده انه مظلوم. وانا كمان. طب ساكت ليه يا استاذ؟ ما تقول لهم. مش هيصدقوني، لازم اجيب لهم دليل. دليل؟ ده احنا غلب حمارنا. هو في خيط، لكن خيط ضعيف شويه. انما هو امل، وكله متوقف على انه يكون شعبان ما بيكذبش. والله ما بيكذب، والله العظيم ثلاثه ما بيكذب. أنا هحاول
أأجل القضية شوية على قد ما أقدر عشان نكسب وقت. هذا بالإضافة إلى أن جميع الأوراق الرسمية تؤكد بطريقة حاسمة أن الذي أمامنا هو فريد وليس شعبان. ورحمة أمنا شعبان! شعبان! إذن كيف يؤكد جميع الأقارب أن الذي أمامنا هو فريد؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، دول نصابين، هم غرروا بيه وجم قالوا لي اعمل فريد الغطريف. أنا ماليش دعوة، أنا شعبان. هم عملوا كده عشان يلهفوا الفلوس، وانا كمان لهفت الفلوس. ما انا لهفت شوية وهم لهفوا شوية، يعني انا نصاب. الحكومة تاخد اللي ليه، تاخدوا اللي ليكم، وانا نصاب. احبسوني. بس قاتل انا ما هتاك. اصل جالي واحد، ما انا هقول لحضرتك، جالي واحد اسمه فريد الغطريفي. انا عرفت ان هو فريد الغطريفي لما عرفت الحكاية بعد كده. كان عايز يتنصص معاي. انا ماليش دعوة، انا غلبان. عبد الجواد ده ياكل مال النبي، وعلى رأي من قال لا تكن اداة في ايد من يغرروا بيك. وعلى رأي شاعر الربابة سابوا البردعة يا ابو زيد ومسكوا الحمار، وانا